إعلامي شغال بالوسطى عمل حوار مع لاعب جاهز. الزمالك بيرد بشكل مفاجئ على تصريحات لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وعن حقيقة تقسيط الغرامة. يا ترى إيه الحكاية؟ جدل كبير اتسبب فيه لاعب النادي الأهلي محمود كهربا بعد ما اتكلم عن تقسيط الغرامة وإنه دفع جزء النادي الزمالك وبيقسط الجزء التاني. مجلس الزمالك رد بشكل مفاجئ على تصريحات كهربا وقال عمر أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك في منشور ليه على حسابه الرسمي: إعلامي بالوسطى أدار حوار هابط مع لاعب جاهل. الإعلامي بيحاول إقناعنا دائما بالحياد ولكنها أعراض انفصام الشخصية. لن نستطيع معالجة نفوس مريضة تدير حوار هدفه الإثارة والاستفزاز لمشاعر الجماهير. لن نستطيع إشباع رغبة بعض أشباه الإعلاميين في التدني والانحراف إلى معارف فرعية تافهة. واجبنا وواجب الجماهير مساندة الفريق الأول في تخطي مرحلة هامة من المنافسة على بطولة قارية. كمان رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك كتب منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال: مجلس إدارة نادي الزمالك حصل على كافة حقوق القلعة البيضاء كاملة دون أي نقص منذ توليه المسؤولية في الشهور الماضية، ولكن هناك حملة لتشتيت الجماهير عن دورها في مساندة الفريق في مرحلة هامة. ثقوا في مجلس إدارة الزمالك ولاعب الفريق. البداية كانت مع تصريحات كهربا المثيرة اللي قال فيها: كنت بحاول أأخر دفع غرامة الزمالك وكنت بكسب وقت لأن الموضوع كان هيطول لسنتين. قررت أدفع من أجل إكمال مسيرتي في كرة القدم، وحسين لبيب شخصية محترمة ولم أجلس معه ولكنه تواصل مع وكيل أعمالي والمحامي، تم دفع جزء وتقسيط الباقي. ووقت وجودي مع المنتخب في كأس أمم أفريقيا تلقيت عرضا من الحزب السعودي لمدة 5 أشهر مقابل $1,000,000. اتكلمت مع النادي وكولر ومحمود الخطيب تمسكوا بي فامتثلت لرغبتهم. وقال كمان كهربا: الكابتن حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء تواصل مع وكيل أعمالي أحمد يحيى وتم دفع جزء كبير من الغرامة. جماهير نادي الزمالك اعتبرت تصريحات اللاعب عن تقسيط الغرامة أمر غير مرضي، وقال بعضهم: ما قاله كهربا اعتراف واضح صريح من كهربا بأن الغرامة تم تقسيطها بعد أن تم دفعها بالجنيه المصري، وأن خسارة نادي الزمالك في تقسيط غرامة كهربا تقرب من 50 مليون جنيه. وتساءل عدد من جماهير نادي الزمالك عن صحة ما قاله اللاعب بشأن تقسيط الغرامة، وقالوا: في كلام منتشر أن كهربا دفع الغرامة بالقسط، وده مش في صالح نادي الزمالك ويمكن أن يطيح بمجلس الإدارة في حال ثبوت صحة ده. مش بس كده، لكن كمان عدد تاني طالب بالتحقيق في أمر تقسيط غرامة كهربا وان يكون في محاسبة قانونية. وقالوا: موضوع تقسيط الغرامة هنعتبره مش صح لان الزمالك نزل بيان رسمي قال فيه انه استلم الغرامة كاملة، لا تفريط ولا تقسيط في غرامة كهرباء. المجلس اكد وجود لجنة استثمار وتم تجميع مبلغ كبير للخروج من الازمة المالية، وطلبوا كمان مجلس ادارة الزمالك بالتمسك بحق النادي وانه ما يتهاونش في الموضوع ده، خصوصا ان الحكم نهائي وبقت، وده اللي صرح به كابتن حسين لبيب قبل الانتخابات. وطالب سعد الهلالي بأنه يوضح ما تم في غرامة كهربا لحد دلوقتي.